أهلا أخ سمير، كيف حالك؟ الحمد لله. أنت كيف حالك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله والشكر لله، الله يبارك فيك ويحفظك، الله أنا يجزيك. مسرور اللي تعرفت عليك. جزاك الله كل خير وبارك الله فيك. الله حقيقة يحفظك. أنت عارف الناس عندنا يعني مهتمين، الجمهور عادة بيهتم في أنه يعرف كل صغيرة وكبيرة. الآن نعم معروف أنه القسم هو شرط في موضوع الجنسية نعم والحضور شخصية. أنا نفسي اتعطلت في موضوع الجنسية لما بعتوا لي الدعوة واتأخرت، وللأسف ضاعت الرسالة في البريد. نعم ف يعني أنت الآن ألف مبروك أولا، نعرف الله الناس أو يبارك نعرف فيك. الجمهور. بداية أنا بدي أعرفك، أنا بسجل حوارنا هذا ولك الحرية بعدها تقول لي أنشره أو ما أنشروش. توكل على الله. شايف؟ يعني الناس، أنت مثلا كنت مقدم على الجنسية أكيد من فترة، نعم وبعدين إجتك الدعوة بالإيميل. أي نعم أوكي، وتواصلوا معك أو رديت عليهم عشان بإذن الله تعملوا القسم. الآن السؤال صار، كيف تمت الاستعدادات؟ كم الفترة الزمنية؟ هل أنت لازم، يعني عارف أنا هترك لك الحوار تحكي لي أنت القصة، بس كيف؟ يعني أول مرة هذه معايا أنت؟ نعم أنا بداية أنا راح أسرد لك الحوار والقصة من بداية. أنا جيت ب 2015 بشهر ديسمبر 9، بس صار الحكم عندي 3 سنين مع 3 تاكسات مع الشروط كلها انقبلت معي. قدمت الابلكيشن للهجرة مشان الجنسية. بعد ما قدمتن كان في خطأ فادح انه بتاريخ التوقيع للابلكيشن، كان الخطأ انه ب 2000 بتوقع 2013 محطوط بدل ما تحطوا 2018، لا 2012، هي كانت هي ساردة 12/12/2012 بدل ما تكتب هي 12/12/2018. الموظف أخطأ بكلمة 2018، علق اصبعه على 12. نعم، بعث الابلكيشن للهجرة، رجع لي من الهجرة انه هناك في خطأ انه بالتاريخ بشهر شباط. بعدين انا صححت الموضوع ورجعته، اجاني الموافقة بالامتحان ب 2019 بشهر حزيران، وفتت الامتحان ونجحت فيه. ما شاء الله، وبعد فترة انه في خربطة بالش اسمه، انا وعيلتي نجحنا فيه، اولادي كانوا تحت ال 18 والتزم الشروط، احنا كنا وقفنا على نكون مستعدين للقسم. صار شوية خربطة بالاوراق، فتنا بس صار عمر شو اسمه الابلكيشن، عمر الابلكيشن يكون سنة كاملة. يجب انت الطالب حقك الطبيعي انك تتصل معهم وتسأل عليه وين توجه الطلب تبعك. كل ما اطلب منهم واتصل فيهم قال لي انت ما لكش حق الا حتى ينتهي الطلب تبعك لمدة سنة. بشباط ب 2020 حكيت معهم، قلنا لهم احنا خالصين، احنا وياكم السنة انتهت. اجى حطوا لي موعد باقرب شيء، كان يمكن بشهر 3. اجى موعد الثلاثه صار توقف كل شيء الحركه بسبب كوفيد 19. اجى تاجل لاجل غير محدود، كتبوا لي الله بعلم وين. جيت انا بنفس الوقت يوم ما بعثوا لي رساله، قلت لهم كتبوا لي اذا انك مستعجل حكينا. اجيت انا مباشره حكيت معهم، قلت لهم مستعجل وفي ظروف طارئه لازم انا اعمل جواز وفي لي طلعه دوري على خارج كندا. كتبوا لي خلاص انه من عاجل موضوعك، بس بتعرف بدك تاخذ وقت كبير ولازم انت تتقبل بالموضوع انه احنا بظرف بالكوفيد ما بنقدر شو نعمل هسه، بس في اقرب وقت رح نحكي معك. بشهر حزيران نفسه بيوم الجمعه جالي ايميل بشهر بالخامس من حزيران انه القسم راح يجيك ب 11 شهر وعلى نظام الزوم، وفي مثل ما انت قدمت لي مثلا كلمه الاي دي وكلمه السر.
بكلمة بس بعد قدم كتب السر، الساعة 2:30 ظهرت معي القاضية واثنين موظفين من المدينة اللي فيها هي كاليجري، وطلعت معي القاضية من مانيتوبا، عم تعطيني القسم من مانيتوبا هي وأنا من كاليجري. اي والله تفاجأت، هي تفاجأت انه انا من كاليجري، وصار في حوار بيناتنا وعرفتنا انه عيلة احنا من سوريين، وكثير تعاطفت معانا بالوضع اللي في سوريا والاحداث اللي صارت والالم اللي لم بينا والهجره، وتذكرت احداث هي اهلها يوم اجوا على كندا من فرنسا، هي اهلها موطنها فرنسيين ولغتها هي فرنسي برغم ان هي مولوده بش اسمه بكندا، وبالاضافه الى لغه الانجليزيه، وعم هي تحكي لنا عم تسرد الدمع على عيونها عم ينزل. عاطفيين ايه كثير، يعني قاضية عم تبكي قدامك، تصور انه قاضي تبكي، لان يعني ما بحياتي ما شفنا انه قاضي انه لا لا هم محنونين، تشعر العواطف تبعه انه عواطفه انه فوق كل شيء، فوقية ببلادنا، يعني بحسسوك انك بني ادم، اي بحسسوك بني ادم خيو، بحسسوك انه كلنا سواسية، اما ببلادنا خيو بيعرفوا انه فوقية هم، وكل كلمة تحكيها بتحاسب عليها. هون خيو هون كل شيء، يعني ضحك وابتسامة وكل شيء، كأنك انت قاعد حول عائلة جاي. عائلة عم تحكي وعم شو اسمه ما بخليكاش، برغم انه احنا كنا بنفس الغرفة، غرفة واحدة بالزوم، عائلة واحدة قسم واحد ومع موظفتين والقاضية بالمانيتوبا. طيب. كان اللقاء كثير جيد جيد كثير. بتعرفوا على الأشخاص بالوجه واحد واحد أمام الكاميرا؟ بالوجه بالاضافه الى الاي دي وبالاضافه الى صوره ثانيه، لا يجب ان تكون في ليسن درايفر او مثلا بطاقه مدرسيه اثبات شخصيه، وعم بفحصوك على الكاميرا، لازم تضغط تحط وصل الكارت تبعك امام الكاميرا، شوف الرقم، لانه في بالبي ار رقم خلف البي ار، في رقم بالزاويه، تاكد من الرقم وتعطيك اياه، بيعملوا له سكان وبقراوا معلوماتك منه. ايه بعد ما ادينا القسم، بعد ما شافت كل شيء وهذه الاجراءات، حولتنا القاضيه، القاضي مباشره قاطع في المقولات، تعرف فيه بكون انه انتم كنديين وانتم تتمتعوا بالميزات وتتمتعوا كل شيء، وهذا موطنكم الثاني وراح تقضي بقيه حياتكم كمواطنين كنديين. وبعد ما انتهينا من القسم رجعنا للموظفين، قالوا لنا يلا بلشوا بقطع البي ار، بلشت القطع بالبي ار عبر المقصات، جبنا مقصين قدامهم عم نقصن، وبعد ما خلصنا رميناه بالحاويه، وفي بالابلكيشن اللي بعثوا لنا اياه بالايميل في اتاش، والاتاش فيه عباره عن توقيع اني قسمت لكل واحد، كل فرد من افراد الاسره لازم يوقع، واللي بعثوا لهم اياه انه انتهينا من الاقامه، صرنا احنا كمواطنين كنديين. عشان هيك كان في الصوره ثلاث موظفات. نعم، موظفتين من كاليجري والقاضية، والقاضية من مانيتوبا. لأنه نعم. لما احنا لما بتعمل الحفل أنا بتذكر في الأول ناس اللي بيستلموا أوراقك وبتأكدوا من شخصيتك، وأظن نعم. بياخدوا البي آر وبيعطوك الورقة، وبعدين نعم. لما بتخش تاني في موظفة تانية بتتمم وبتعطيك الأوراق وبتقولك روح اجلس في مكانك، وبعدين نعم. القاضية وحلف اليمين. نعم هكذا صار، هيك صار عندنا، هيك انه الموظفات هنا كانت مسؤولات على الاوراق والتعليمات، والقاضي هي كانت مسؤوله على القسم واعطاء الامر بالمواطنه انه جيد الجنسيه الكنديه. الف مبروك، الف مبروك، الله يبارك فيك، الله يحفظك. حقيقه انا سعيد جدا اني اولا التقيت بيك، وبانه فعلا انك انت قبلت انك انت تطلع معي ونعمل هذا اللقاء حقيقة. والله انا لي الشرف وانا التقي فيك وتعرف على عيلتي، جزاك الله خير، وجوه طيبه، شكرا، واشكر الاستاذ سام نموره لانه هو اللي نشر الخبر، وانا استاذنته انه يوصلني بيك. وتشرف والله اخ سام نموره، صديق وممتاز ونشط نشط نشط كثير، نشط وحرك ومتعاون مع كل الجاليات. انا شفته في التطوع يوم الصلاه في المسجد ونشر الصور. نعم. والاشياء هذه كلها. نعم نعم جزاك الله ممتاز خير. وحرك كثير ممتاز اكتيفيتي. جزاك الله خير. لحظة، الله يبارك فيك، الله يحفظك، أي أسئلة أنا جاهز. شكرا شكرا، لحظة.